خالد بن محمد حضر تكفين يا نوف اخبري ان الوليد اخوك من ضمن الرجال مدخله لا تحسبين اني ماني موجود لا بالله فيه فرحان لك بابن الكرام وراعي بشر وزهله الفعايل والوجيه يتسابقون ومجدهم ما هو بسهل توصلا أعز الله إنه نادر في جيله ما له شبيه كل الخصال النادرة بعيال جيله تشملا مصطفك والنعم متعود يجي لا عرف بنفسه وبالمجلس رجال تجهله وامجد جده ما غيب بشتوع قال يرتدي تظهر بكل اللي يقول وكل طيب يفعله المصطفك وجده من شاريها الكريم الشام خشه من نزيه جال حفيد دايم بفعله مشرف هلا ومن مثل هالشغم وملا بالله ما تلبق عليه إلا عروس بنت صول وكمله ومكمله نوم أبوك خالد بن طلال اللي خذا من مجد بيه كل العلوم الغانمة بالذات علم المرجلة وجدك سعود اللي عطاه الجزل من عادة يديه يا جعل أبو خيرين في الفردوس الأعلى منزله همين وجدك سعود اللي عطاه يا جعل ابو خيرين في الفردوس امين وجعل الفرح يوم ابتدى ذا الليل ابد ما ننتهي ويعيش معكم في الليالي والسنين المقبله وكل ما نشوف
بذمتي ما دخلت.